اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيدة سوشما سوراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، والتي تقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين. وخلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بمعالي السيدة سوشما سوراج، مشيدا بما تشهده العلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند من تطور على كافة المستويات يعكس حرص البلدين على الاستفادة بكل فرص التعاون والعمل المشترك والمضي قدما بالعلاقات الثنائية نحو أفاق أرحب بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين. من جانبها أعربت معالي السيدة سوشما سوراج عن خالص شكرها وتقديرها لما لقيته من حفاوة استقبال يجسد قوة علاقة الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند في مختلف المجالات، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.